الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى سنة الترمذي، وما زلنا على أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختاما للباب ما راه المصنف رحمه الله تعالى عن أبي طلحة وهو زيد بن سهل بن الأسود الحرام، أبو طلحة الأنصاري المدني رضي الله عنه وأرضاه. وقد شهد بدرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله خير الناس فيكم، قال من شهد بدرا؟ قال وخير الملائكة فينا من شهد بدرا. قال لعل الله اطلع أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. طيب، ما زلنا مع أبواب الزهد عن رسول الله وعن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. كما قلنا، أبو طلحة زيد بن سهل هو بدري، وقد قال النبي لعل الله اطلع أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. هذا الحديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فيه ضعف لكن يستأنس به، وهو بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وما فيه من الفقر الذي أحاط برسول الله وبالصحابة. وفي رواية قال ختاما للباب، سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وما يجد من الدقل، من الدقل هو رديء التمر، حتى أنه كان يأخذها ينظفها ليأكلها. وكان الصحابة من الجوع يأخذون نوى التمر فيمصونها مصا من الجوع ما يملأ به بطنه، وهذا حديث صحيح. قرأ أبو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث أبي الأحوص، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك عن النعمان ابن بشير عن عمر، والحديث صحيح. فالحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الجوع يأخذ منه مأخذا، وكانوا يربطون الحجر هكذا على البطن ليقام الصلب، وأيضا حتى لا يشعر بحرارة الجوع وبشدة الجوع، يكسر هذه الشدة. وكان عمر يقول قرقري أو لا تقرقري، ولذلك كان الإمام الشافعي يقول ما هي هذه الدنيا، إيش فيها؟ كسرة خبز تزيل ألم الجوع فقط، هي هذا هدوء المعدة، هدوء المعدة من خلوها فقط هو المطلوب، وليس المشاهي أو ما يشتهي المرء من طعام أو شراب. هذا في الآخرة لهم فيها ما يشتهون، وكيف يعني كفى بخيرية الآخرة بأنه سيرى ربه وينظر إلى وجهه الكريم. اللهم اجعلنا ننظر إلى وجهه الكريم غدوا وعشية، وأنت أرحم الراحمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفعوا عن بطونه فاردوا حجرا حجرا يربطه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين من شدة الجوع ومن ألم الجوع، وهذا هو سيد الأولين والآخرين. هذا أكرم الخلق على الخالق، هذا أكرم الخلق على الخالق. رأيت كيف يبيت طاويا يعني وبيته خاليا من الطعام والشراب، وكما قالت عائشة رضي الله عنها ما شبع من خبز الشعير. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عن عائشة وقالت عن بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقد فيها النار يعني شهرا كاملا، لم يأكل اللحم، ما عندهم إلا الأسودان التمر والماء. وأما الحديث الثاني ففيه أيضا حال الصحابة الكرام عندما قال النعمان لستم في طعام وشراب، رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل، من الدقل ما يملأ به بطنه، حتى التمر لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من؟ هو أكرم الخلق على الخالق، هو الذي أتته الدنيا راغمة، وخيره الملك بأن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، حتى جاء جبريل قال أن تواضع فآثر أن يكون في الدنيا عبدا رسولا. ولما دخل عليه المشروبة عمر بن الخطاب وجده نائما على الحصير، قال أنت من أنت تنام على الحصير؟ وعلم في ظهري، وهناك يبيت كسرى وقيصر من أكفر أهل الأرض على الفراش الوفير. قال إهن يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نحن بعنا الدنيا بالآخرة. ولذلك قال الإمام مالك ولنعم ما قال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. هذا مش مغفل، هذا أضل من بعير أهل، هذا الذي ليس له لا في العير ولا في النفير. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: عظم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم للشدة والفقر والفاقة، وهذه أيضا فيها دلالة على أن منع الدنيا، منع المؤمن من الدنيا ليس بغضا له، وأن عطاء الدنيا ليس حبا. رأس الأمر الزهد في الدنيا.
حاجة الإنسان من الدنيا ما يبلغ بها الآخرة فلا يزيد على ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.